انت ليه بتحب الرعب وليه مركز في الموضوع ده قوي؟ ده سؤال بتسأله احيانا وبيكون غالبا سؤال مصحوب بعلامة استفهام وعلامة تعجب، فهو سؤال استنكاري. بيبقى الشخص يعني مستغرب قوي، الراجل ده ماله، يعني ايه قصته، يعني انت تعبان، طيب محتاج مساعدة. الاسئلة دي خلتني يعني افكر فيها بصدق يعني، ولسه معرفش الاجابة، بس يمكن وانا بحكي دلوقتي اقدر اجاوب على السؤال ده، ولو ما قدرتش اجاوب على الاقل ممكن اعرف حتى لو بيني وبين نفسي انا ليه بحب الرعب وليه بحب ادور فيه. بس قبل ما ابدا اقر واعترف ان الكلام ده مجرد فضفضة، مش هيكون مثلا نصيحة او في معلومات عن كتابة الرعب، لاني لا اتصور ولا ادعي امتلاك علم او خبرة كافية للادلاء بنصايح في المضمار ده. قد يكون في شيء مفيد في الكلام ده وقد لا يكون، واتمنى على الاقل انه ما يكونش ممل. بداية، في لعبة أنا بحبها جدا وعايزك تحاول تجربها. لعبة بسيطة جدا وممكن تكون مسلية قوي. بص لأي حاجة قدامك، أي جسم في الأوضة، ساعة حائط، تلفزيون مطفي، كرسي خشب في ركن المكان، سجادة قديمة، ترابيزة عليها فنجان قهوة نص مليان. ركز في كل ده شوية وقول لنفسك بصوت أنت بس اللي تسمعه، في حاجة مش مظبوطة في الشيء ده. وحاول تتخيل ايه ممكن تكون الحاجة اللي مش مظبوطة دي. مثلا من يومين كنت في المطبخ مش فاكر بعمل ايه، وشفت نملة واحدة وحيدة ماشية على رخامة جنب الحوض. استغربت منظرها لاني بقالي كتير فعلا ما شفتش نملة في المطبخ، واستغربت انها وحيدة وما لقيتش اي اثر لنملة تانية. دورت كويس جدا، لا عارف دي جات منين ولا رايحة فين. لقيت نفسي بسأل نفسي ليه الموقف ده غريب، او ليه انا مستغربه. وعلى سبيل نفس التمرين اللي قلت لك عليه، قلت لنفسي برضو بيني وبين نفسي، لا، في شيء مش مظبوط في النملة دي، في حاجة غلط. على مدار أسبوع بعدها بدأت فكرة تلح عليا كل يوم، فكرة قصة. وفكرة كروكي يعني مش واضحة خالص في الأول، هي مش هتكلم في الفكرة دلوقتي لأني شغال بكتبها، بس الفكرة بتلح عليا كل يوم وبتوضح واحدة واحدة. وبعدين في لحظة معينة لقيت نفسي بدأت أخاف وأنا بفكر، ودي اللحظة اللي قلت لنفسي لأ، دي قصة تنفع إنها تتكتب. مشهد النملة كان فارض نفسه طول الوقت مع فكرة إن في حاجة غلط في النملة دي. التمرين ده مش أنا اللي مخترعه، ده بينصح بيه كاتب الرعب الشهير جدا ستيفن كينج. أفتكر إنه مش بالضرورة التمرين ده هيوصلك دايما لفكرة قصة جيدة، وأفتكر ده برضو مش الهدف من التمرين. هو غالبا تمرين لعقل الواحد أكتر على محاولة الرؤية أبعد شوية من الصورة المباشرة قدامه، محاولة لقراءة ما بين السطور حتى لو محتوى ما بين السطور ده متخيل. ستيفن كينج اتكلم عن التمرين ده في سياق كتابة أدب الرعب تحديدا، بس هو في رأيي يعني تمرين لطيف جدا لخيال البني آدم، يعني ممكن يكون مفيد في أي عمل فني. وعموما الفنان أو الكاتب أو الرسام أو الموسيقي أو مخرج السينما أو الممثل الشاطر، هو بالضرورة شخص لازم يكون بيتمتع بالقدرة على أنه يشوف التفاصيل الصغيرة جدا وينقل التفاصيل دي. ولو غابت التفاصيل فمهمة الفنان أنه يلاقيها، هو ده الخيال، العنصر الأهم اللي بيفرق القصة عن المقال التقريري. يعني مثلا خلينا نرجع لموضوع فنجان القهوة. في المقال فنجان القهوة نص المليان على الترابيزة لا يعني أي شيء. انت صحيت من النوم في يوم اجازه، عملت فنجان قهوه، شربت نصه ونسيت تكمله لاي سبب والموضوع انتهى. يمكن تكون نسيت انك عملت فنجان قهوه اصلا، لكن في القصه طالما انت ذكرت فنجان القهوه يبقى لازم يكون ليه دلاله، رمز. ممكن يكون رمز مثلا لان بطل القصه حاسس بالوحده. في قصه الرعب فنجان القهوه ده هيكون اول انذار بالخطر، لانك في اللحظه دي انت لوحدك في البيت ومش بتشرب قهوة أصلا، يعني إلى آخره. نرجع للسؤال اللي بيجي أحيانا مش كتير قوي يعني على المنشور على قناة تسجيل أو على قناة آخر الليل، أنت ليه مركز في الرعب قوي كده؟ في بيت الأسرار ومسلسل 8 وآخر الليل وكل رعب رعب رعب. طيب بعدها بتيجي اقتراحات أنه لا، أنت لازم تنوع، لازم زي ما تكتب رعب تقدم رومانسي واجتماعي وتاريخي وديني. في البداية لما كنت بقرأ تعليق من التعليقات دي كنت بتضايق شوية وكنت بستغرب الاقتراحات،
وقلت قبل كده يعني رديت على حد قبل كده برضو بيقترح اقتراح زي دول، وقلت له طيب تخيل ان انت رحت لنجيب محفوظ او ابراهيم عبد المجيد او خيري شلبي مثلا وقلت لهم انتوا ليه مش بتكتبوا خيال علمي؟ مع طبعا الفارق يعني انا مش بحاول اقارن نفسي بالناس دي او احط نفسي معهم في جمله مفيده، لكن بقول بس هل ينفع تروح لكاتب هو متميز في لون معين او بيحب يكتب لون معين، لان في الاول وفي الاخر الواحد بيكتب اللي هو بيحب يكتبه، وتقول له لا انا استاذ خيري شلبي يا ريت تقدم لنا حاجه رعب، يعني حاول تتخيلها شويه. مع الوقت لقيت نفسي بسال طيب هو انا ليه فعلا بحب اللون ده جدا، وليه لما ببدا اكتب اي حاجه بلاقيها تلقائيا مشيت في اتجاه غرائبي؟ والسؤال ده جر وراه اسئله تانية اعتقد انها ممكن تكون افيد شويه، زي مثلا ايه اللي بيخلي القصه مخيفه، وليه انا لما ببص لفنجان القهوه نص المليان وبقول لنفسي في سياق التمرين بتاع ستيفن كينج في حاجه غلط في الفنجان ده، بسمع فورا صوت خايف عقلي بيقول اهرب. انا كريم انديل، ودي اول وغالبا اخر حلقه شخصيه من بودكاست شخصي بتكلم فيه عن حاجه شخصيه. في اقرار واعتراف تاني، هو اني اول مره اكتب فيها قصه على الاطلاق كنت في ثالثه اعدادي تقريبا سنه 94، وكانت تصور يا اخي برضو قصه رعب بين قوسين، او بمعنى ادق كانت محاوله شديده الفشل والسذاجه لكتابه قصه مخيفه. طبعا انا بالادوات اللي عندي وقتها حطيت فيها كل عناصر الرعب اللي عقلي سمح بيها، يعني حطيت بيت مهجور، حاجات بتتحرك لوحدها، دم، أشباح، مراهقين بيدخلوا البيت ده لسبب ما، بتحصل لهم حاجات غريبة. مش فاكر القصة بصراحة ومش فاكر نهايتها إيه، لكن فاكر كويس جدا أني لما خلصت القصة وحاولت أقراها تاني أنا نفسي حسيت بزهق شديد. القصة كانت شديدة السوء، سيئة لدرجة أني ما وريتهاش غير لصديقي الوحيد وقتها أحمد الفخراني، واللي حاليا كاتب ناجح جدا. أفتكر أنه حاول يجاملني برضو وقتها ومعرفش. المهم الموضوع كان محير جدا ليا، انا عملت كل حاجه ممكن تخلي القصه تتصنف رعب، طيب ليه القصه ممله؟ ليه لا تثير اي نوع من المشاعر؟ وليه وانا اللي كاتب القصه مش قادر اتعاطف معاها؟ وقتها كنت مهووس جدا وتماما بدكتور احمد خالد توفيق رحمه الله، ومن قبله كنت مهووس تماما برضه بافلام الرعب، يعني الموضوع قديم معايا شويه. في حاجة كانت في الجونرا أو في اللون ده يعني مريحة نفسيا بالنسبة لي، ودي كانت حاجة تانية برضو غريبة جدا. قريت فرانكنشتاين لماري شيلي وانبهرت تماما بالرواية، عرفت إدجار ألان بو من دكتور أحمد خالد توفيق، ولقيت مجموعة قصصية لي مترجمة ومبسطة قريتها. مكتبة اسكندرية فتحت بعدها بسنين سنة 2002، أول حاجة عملتها أني رحت دورت على النسخ الأصلية لكتب إدجار ألان بو وبدأت أحاول أقراها. اللغة كانت أصعب من اللازم بصراحة، ومعظم الوقت كان رايح في ترجمتها، ما كانتش تجربة ممتعة يعني بأي حال. المهم من وقت للتاني من ساعة ما كتبت القصة دي كنت بفتكرها وبقول لنفسي طيب أنا كبرت دلوقتي وممكن أحاول تاني، بس ما عملتش ده لأني كنت لسه مش عارف إيه اللي المفروض أعمله علشان أكتب قصة كويسة في لون من الأدب نفسي أجرب أكتب فيه، ورغم أني كنت قريت كتير جدا فيه ما كنتش لسه عارف أحلل هما إيه بيعملوه صح وأنا مش فاهمه. بس في هنا بقى إقرار تالت، يعني لو مستني أني كمان شوية هقول ودي كانت اللحظة اللي فهمت فيها هما بيعملوا إيه وعرفت بالظبط إزاي أكتب رعب، فحب أقولك إن اللحظة دي مش هتيجي، أنا لسه بجرب لحد دلوقت، يعني أنا لسه بحاول أتعلم. المهم فوتنا سنة 94، وأول مرة أحاول أكتب قصة عن الخوف بعدها كانت سنة 2009، لكن طول ال 15 سنة دول من 94 ل 2009 كنت بكتب، وما افتكرش إن جت عليا فترة في حياتي كنت متوقف بشكل كامل عن الكتابة، ده غالبا ما حصلش، ممكن باستثناء شهر مثلا أو شهرين. عموما أول مرة أجرؤ على أني أنشر حاجة كتبتها بعد فترة المدونات من 2003 ل 2006 تقريبا كانت مايو سنة 2022، كانت قصة اسمها أنا قتلت هشام توفيق، والحاجة الوحيدة اللي اختلفت في المحاولة دي عن المحاولات الأولى هي أني ما كنتش بكتب علشان عايز أكتب،
القصة دي كانت ظروفها لأول مرة إني كنت بكتب علشان عايز أقرأ. طيب علشان أوضح النقطة الغريبة دي محتاجين نروح مع بعض في فلاش باك. تخيل إن الكاميرا دلوقتي مسلطة على وش الشخصية الرئيسية في المشهد وهو بيسرح، والصورة بتتحول أبيض وأسود وتبدأ تتموج، وصوت آلة الهارب في الخلفية، وكل حاجة بتأكد إننا هندخل في فلاش باك دلوقتي. طفل في رابعة ابتدائي واقف قدام كشك سجاير وجرايد وكتب مستعملة في حي شعبي في مدينة الإسكندرية، بيحاول يتفاوض مع البياع على تمن تبديل كتيب من ملف المستقبل بكتيب تاني هو لسه ما قرهوش. البياع عنيد شويتين لأن حالة الكتيب اللي مع الطفل تحزن، لكنه في النهاية بيصعب عليه الطفل الغلبان وبيوافق على سعر التبديل، رغم أن الكتيب اللي مع الطفل غير مطابق إطلاقا للمعايير والمواصفات الدولية لتبديل الكتب. طبعا واضح أن أنا كنت الطفل الغلبان ده، لكن أنا متأكد برضو أن كتير جدا من اللي بيسمع البودكاست ده كان هو نفسه الطفل ده في يوم من الأيام. وسواء أنت كنت مريت بالتجربة دي أو لا، فأكيد فاهم الشعور بالسعادة والتشوق وانت راجع البيت معاك عدد جديد من ملف المستقبل أو رجل المستحيل. قدامي ساعات من المتعة، مسدس الليزر مع نور الدين، ومسدس الرصاص العادي مع أكرم الهمجي، ورمزي بيضربهم كلهم بالقلم، يعني شيء مبهر جدا. مستوى تاني خلاني أفقد الاهتمام بالكامل بسلسلة الشياطين 13 والمغامرين الخمسة. قصص كنت قادر أشوفها وأنا بقراها، يعني بقاتل بعقلي وكياني فعلا مع نور الدين وفريقه من أجل إنقاذ الأرض. بدأ وقتها الهوس اللي سلمني من ملف المستقبل لسلسلة رجل المستحيل جاهز تماما ومستعد للقتال. وعمري وقتها ما كنت أتخيل إن لسه في حاجة تانية هتحصل بعدها بكام سنة هتخليني أفقد الاهتمام بملف المستقبل ورجل المستحيل. لكن جات اللحظة سنة 93، الطفل ده في إعدادي ومازال واقف قدام كشك السجاير والكتب المستعملة بيتفاوض مع البياع، لكن عينه بتروح على عنوان جديد، العدد رقم 1 من سلسلة عمره ما شافها قبل كده. عنوان العدد: مصاص الدماء وأسطورة الرجل الذئب. سألت البياع: كويس ده يا عم؟ بياع الكتب أكد لي أنه كويس جدا كمان، وأنا عارف ومتأكد أنه لا أراه ولا يعرف أصلا إن كان كويس ولا لأ، بس أنا كده كده من قبل ما أخد الكتاب وبمجرد ما شفت الغلاف وأنا اشتريت. العنوان: مصاص الدماء والرجل الذئب. لا أنا عارف الناس دي، أنا وأبويا بنحب الأفلام اللي من النوع ده جدا. أنا بخاف لكن مش بقدر أسيب الفيلم قبل ما يخلص، فبالتالي أنا عارف كويس مين دراكولا ومين فرانكنشتاين وإيه اللي بيحصل للمزقوب لما الأمر بيكتمل. الفرق بس إن عمري ما قريت الكلمات دي مطبوعة على كتاب بالعربي. أخدت العدد وروحت البيت وبدأت أقرأ، مش فاهم إيه اللي بيحصل. في واحد اسمه رفعت إسماعيل بيحكي عن حاجات حصلت له. الله، هو الكلام ده بجد؟ أبص في ظهر الكتاب، لا الكاتب ما اسموش رفعت إسماعيل. طيب أمال مين الراجل اللي بيحكي ده وأنا مصدق كل كلمة بيقولها؟ شريك الكاتب؟ صاحبه مثلا؟ اندمجت لدرجة أن عقلي رافض يصدق أن رفعت إسماعيل شخصية مكتوبة مش حقيقية. فين لما خلصت قراية كنت بدأت أفهم اللعبة شوية. أفتكر يمكن قريت الكتاب ده 3 مرات ورا بعض يوم ما اشتريته، وفاكر كويس أني قلت حاجة لأبويا على غرار مش هتصدق، لقيت كتاب شبه الحاجات اللي بنحبها بس بالعربي. مش بس كنت مبسوط جدا بالكتاب ومستمتع بيه، لأ كنت فخور. والسنوات بعدها ولحد دلوقتي وأنا مستمتع وسعيد جدا بسلسلة ما وراء الطبيعة، سعيد بفكرة أن بقى عندنا أدب رعب بتاعنا، رغم أنه كاتب واحد بس اللي بيعرف يعمل ده، لكنه على الأقل موجود. مع الوقت بدأت الأسامي طبعا تزيد، والأغلفة الملونة لكتب كبيرة عليها نجوم خماسية وشياطين وسكاكين ملوثة بالدم برضو بدأت تزيد، وكنت متحمس جدا لده في البداية. على مدار سنوات بعدها اشتريت كتب كتير بصراحة ما قدرتش أكمل منهم أي حاجة غير يمكن لإسمين بس، الباقي كله كانت حاجات بتفكرني شوية بالقصة اللي كتبتها سنة 94. هنحط جن أحمر كتير وأشخاص ملبوسين وإسقاط نجمي في غلاف موحي جدا ونسميه كتاب رعب، والنتيجة للأسف ساذجة جدا. هتبيع هتبيع كويس جدا كمان، لكنها مش الحاجة اللي أنا أحب أقراها. دكتور أحمد خالد توفيق فتح الباب، ودي حاجة مهمة جدا وحقيقة لا يمكن إنكارها،
لكن الباب ده مر من خلاله الجميع، سواء اللي عندهم حاجة يقدموها بالفعل أو لأ. من بين ألاف الكتب ومئات الأسامي بعد دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله، ما حسيتش إن في حد فاهم قواعد اللعبة غير اتنين بدون ترتيب، شيرين هنائي وتامر إبراهيم. والأهم إنهم يعني مش بس فاهمين قواعد اللعبة، لأ واضح إنهم بيحبوا اللعبة، بيلعبوا اللعبة دي علشان مستمتعين بيها قبل أي حاجة. وفي ملحوظة هنا، أنا لا تجمعني صداقة شخصية بأي حد من الاسمين دول، ده رأي شخصي وموضوعي من وجهة نظري. المهم، اتنين كتاب شطار بس في النوع ده من الأدب وسط العدد الكبير ده كله، شيء حزين شوية. عارف بقى لما تحس إن في قصة معينة نفسك تقراها لكن مش عارف تقراها فين، ومش عارف هل في حد كتبها كويس ولا لأ؟ مش عارف طبعا. طيب، ده بالظبط اللي كنت حاسس بيه يومين قبل ما أبدأ أكتب قصة اسمها أنا قتلت هشام توفيق. لا عندي نية أعرضها على قراء أو مستمعين في حالتي، ولا بحاول أقتحم السوق مثلا ككاتب رعب ولا أي حاجة. أنا معرفش أصلا إن كنت هعرف ألعب اللعبة دي صح ولا لأ، بس هي قصة لسبب ما حاسس إنها يعني إحساس غريب فعلا، قصة مش مكتوبة أنا حاسس إني نفسي أقراها. ولحد اللحظة اللي بدأت أكتب فيها القصة دي فعلا ما كانش عندي أي خطط أو أي هدف تاني ورا كتابتها. كان ليا زميل في الجامعة بنفس الاسم، طبعا الشخصية مختلفة تماما لكن الاسم جذاب قوي، وكنا بنروح كل سنة معسكرات تبع الجامعة في مكان اسمه باجوش قبل مرسى مطروح بشوية. بنقعد بالليل على الرملة في الضلمة قدام البحر نحكي عن العفاريت، يمكن حالة نوستالجيا، بس كان نفسي أكتب عن ذكرياتي دي. وفعلا مش فاكر إيه اللي خلاني بالظبط أفتح ملف وورد، ولا إيه اللي خلاه أول جملة أكتبها على الملف ده أنا قتلت هشام توفيق. هي غالبا كانت وحشاني أيام الكلية والمعسكر والأجواء دي، وفي قصة معينة في الإطار ده كله كان نفسي أقراها. الفرق الوحيد بينها وبين أي محاولة كتابة تانية قبلها إن ما كانش عندي أي نية لنشرها، وما كانتش موجهة لأي حد، ففكرة إن حد يقراها أو يسمعها لسه مش واردة. ويمكن علشان كده القصة دي بعكس محاولات قبلها عجبتني، لأني كتبتها لي، ولما عجبتني بعد كده قررت أنشرها، وأنا طبعا برضو هموت من الخوف من رد الفعل. هنا نيجي لنصيحة مهمة برضو في كتابة النوع ده، وأفتكر برضو النصيحة لستيفن كينج بس مش متأكد أوي. هي لو أنت ما تأثرتش باللي بتكتبه محدش هيتأثر، لو أنت مش متعاطف مع اللي بتكتبه محدش هيتعاطف. والنصيحة دي ممكن نترجمها ببساطة شديدة إن الكذاب بيروح النار، اوعى تكذب أثناء الكتابة. فلو أنا تعلمت درس من أثناء كتابة أنا قتلت هشام توفيق، ممكن يكون مفيد بالنسبة لواحد زي بيستمتع بالكتابة وبيتمنى أنه ما يكونش لوحده اللي بيستمتع باللي هو بيكتبه. فالدرس ده هو أن القصة ما ينفعش تكون خيالية بالكامل بكل عناصرها، لازم يكون فيها شيء من الحقيقة، لازم يكون فيها شيء من اللي كتبها. على قد ما ده بيكون صعب أحيانا ومؤلم أحيانا، لكنه مهم جدا جدا ومفيد جدا جدا. وانا صغير كنت بترعب جدا من صوت طبلة الحاوي في الحي البسيط اللي كنت عايش فيه، مش عارف ليه. جميل، دي فكرة حلوة. لحد دلوقتي انا بكره الفراشات الليلية جدا، ومتأكد انها بتكرهني بنفس المقدار. جميل، فكرة جميلة برضو، ليه لأ؟ دايما كنت بحس ان في شيء مخيف في شكل نيجاتيف الافلام بتاعة التصوير الفوتوغرافي. طيب اهلا وسهلا. كتير كنت بتمنى بعد قراية رواية رائعة أو مشاهدة فيلم أني أنسى كل حاجة عن الرواية أو الفيلم دول علشان أرجع أستمتع بيهم من جديد إلى آخر، وكلها أفكار مبنية على حاجة خاصة جدا بالنسبة لي. ومش معنى ده أن أنا بكتب مذكراتي مثلا بدل ما بكتب قصص، لا، أنا قصدي أني بحاول بس أن يكون في جزء مني في أي حاجة بكتبها، ولما ما بعرفش أعمل ده غالبا مش بنشر القصة لأنها ما بتطلعش حلوة، بعتبر القصة دي كانت مجرد تمرين وخلاص. فاللعبة صعبة جدا لكن مسلية جدا جدا، وأفتكر أني هفضل طول الوقت بحاول أتعلمها فعلا، وأتمنى ما يجيش يوم أقول فيه لنفسي برافو أنت بقيت شاطر جدا، لأن أعتقد ساعتها مش هعرف أكتب حاجة، ودي برضو من الحاجات اللي مرعوب منها، وبرضو دي من الحاجات اللي كتبت عنها، إني ما أعرفش أكتب.
فموضوع الكتابة بالنسبة لي قبل أي حاجة هو هواية جميلة جدا أنا بستمتع بيها ومحبش أن أنا أخسرها، وفي نفس الوقت بحاول أبقى بحاول أجيد فيها على قد ما أقدر. المهم الجزء اللي فات ده ممكن يوضح شوية أنا ليه بفضل أسمي اللي بكتبه قصص عن الخوف مش قصص رعب، لأنها ببساطة شديدة فعلا قصص عن الخوف، قصص عن خوفي أنا، واللي غالبا مش طول الوقت هيكون خوفي أنا لوحدي. وأكتر تعليق بحبه لما حد يقول لي أنا كنت حاسس إنك بتتكلم عني. كتير فعلا مننا بنخاف من نفس الحاجات، والحاجات دي غالبا مش من ضمنها الجن المارد فلان الفلاني. ممكن نقعد بقى نحلل كتير ونبرر إحنا ليه بنكره أو بنحب أدب الرعب، ونتكلم عن الرغبة في التطهر أو اختبار مشاعر مكثفة في بيئة آمنة، أو إن الرعب مرآة المجتمع أو أي حاجة، بس فعلا مش مهم. المهم إنه شيء ممتع بالنسبة لك وخلاص، أو مش ممتع ولا بأس. لو مش بتحب النوع ده من الأدب مفيش مشكلة، عادي، مش كلنا بنحب نفس الحاجة. بس لو بصيت بتدقيق لأي عمل أدبي بتقراه غالبا هتلاقيه قصة عن الخوف، أو فيه خط درامي مساق بالخوف بشكل أو بآخر. الخوف من شيء أو من فكرة أو من فقد شيء، الخوف من عدم القدرة على تحقيق هدف ما، الخوف على شخص أو على شيء ما في حياتك أو في حياة الشخصية يعني في الكتاب. الرحلة الطويلة والخطوط الدرامية المتشابكة وتضارب رغبات الشخصيات أحيانا بتكون في حد ذاتها مخيفة. أكتر لحظة هتتشد فيها أثناء القراية هتلاقي نفسك بتجري تقلب الصفحة، وجزء منك عايز يعرف إيه اللي هيحصل وجزء منك خايف. الإنسان عموما الكائن البشري كائن مخيف، عقله مخيف، رغباته مخيفة، وحتى الرغبات المخيفة دي برضو مصحوبة بالخوف من عدم القدرة على تحقيقها. يقال إن اللي ما عندوش شيء يخسره هو بس اللي ما بيخافش، والشخصية اللي ما عندهاش حاجة تخسرها جديرة بس بالكتابة علشان نعرف إيه اللي وصلها للمرحلة دي. فالفرق بين قصص الرعب وغيرها إن الخوف عموما بيتضح مع الوقت إنه كان ليه مبرر كويس جدا وقوي، حتى لو مش اللي انت توقعته في البداية. فأقدر أقول إن أجمل الروايات هي في صلبها بشكل أو بآخر قصص عن الخوف. الفرق بس بين الرعب وغيره إن سبب الخوف في أدب الرعب مفيش عليه فرامل، وبرضو ده رأيي شخصي مش قانون مطلق. النقطة قبل الأخيرة هي أني أحيانا بحس أن التسمية مجحفة جدا، برضو هو رأيي ممكن يكون غريب شوية، بس الأدب في رأيي المفترض يتصنف لنوعين بس، وكل شخص بيحدد النوعين دول على ذوقه، يا إما نوع بتحبه من الأدب أو نوع ما بتحبهوش. التصنيفات في رأيي مش مهمة، يعني في مثال برضو أوضحهم بالنسبة لي، واحد من أروع وأذكى الكتاب اللي قريت لهم في حياتي، شخص اسمه هاروكي موراكامي، ده كاتب ياباني. في روايات كتير ليه جدا هتبقى مش قادر تحدد هو الكتاب ده واقعي ولا واقعي سحري ولا خيال علمي ولا رعب ولا كوميدي، انت بتكتب ايه بالظبط. يعني افتكر اول رواية قريتها له كنت واقع في المأزق ده، بحاول اصنفه طول الوقت وانا بقرا، لحد ما لقيت نفسي نسيت موضوع التصنيف ده وبدأت استمتع بالرواية بغض النظر. اقرا رواية اسمها 1Q84 هتفهم قصدي بالظبط. فالتصنيف مش مهم، المهم الإحساس اللي هتخرج بيه من القصة أو الرواية، الانطباع، الذكرى، المشاعر اللي حسيت بيها، نقاط التماس بين اللي قريته وبين حياتك، والأهم من كل ده المتعة. بعد تمرين الخيال اللي اتكلمنا عنه في الأول ومحاولة النظر بين السطور، وبعد فكرة إن الكاتب لازم يكون صادق في اللي بيقوله على قد ما يقدر، إنه يحكي ولو بشكل مستتر عن حاجة فيها شيء من الحقيقة، تتبقى نقطة مهمة جدا بدأت أفهمها مع الوقت وبتدريج شديد البطء من سنة 94 بعد أول محاولة للكتابة ولحد آخر محاولة. النقطة دي هي إن الشخصية أهم من أي حاجة تانية، دي الغلطة اللي وقعت فيها زمان، بس كنت وقتها مراهق ولي عذري. للأسف الغلطة دي بيقع فيها كتاب كتير لحد دلوقتي، والله بقول الكلام ده كقارئ مش ككاتب بيدي دروس. الغلطة دي ببساطة ممكن ألخصها بسرعة. تخيل أن في رواية بتحكي عن أبشع مكان ممكن تتصوره، مكان مليان مسوخ، ملطخ بالدماء، مظلم، لكنهم مسوخ عايشين مع بعض، الدم بقيتهم الطبيعية.
الرواية مش بتحكي عن أي شيء تاني، بتعرفك على المسوخ وعلى قدراتهم الرهيبة المرعبة، وبتوصف لك بالتفصيل الممل شكل العالم المخيف المظلم اللي عايشين فيه. وعلى الرغم إنها رواية عن المسوخ، إلا إنها مش هتحرك فيك أي مشاعر. المسوخ في حد ذاتها مش شيء مخيف. الشبح، الكائن الفضائي، المصاص الدماء، الكائن الخرافي في حد ذاته مش شيء مخيف. مش هتبدأ تبقى حاجة مخيفة غير لما تكون مصدر خطر على شخص ما. وأنا مش هبدأ أخاف غير لما أعرف الشخص ده كويس وأفهمه وألاقي نقطة تشابه بيني وبينه وأتعاطف معاه أو حتى أكرهه، بس المهم إني أعرفه علشان لما يخاف أفهم هو خايف ليه. ولما يكون في خطر، سواء هو عارف إنه في خطر أو لأ، أنا كمان أحس شوية ولو شوية صغيرين قوي بالخطر. دي اللحظة اللي هتبدأ فيها القصة أو الكتاب يشدوني. ولو أنت ككاتب قدرت تعمل ده، مش هتكون مضطر تحكي لي كتير عن عالم مليان مسوخ. مش هتضطر تحشر ألف شبح ومصاص دماء وجزار في القصة. كل اللي عليك إنك تعرفني على الشخصية وحياتها كويس، ولما تقدر تفهمني وتقنعني ليه غريب جدا إنه في لحظة معينة يلاقي فنجال قهوة نص مليان على ترابيزة السفرة قدامه، ساعتها هوافق ألعب معاك. أخيرا، يمكن هو ده سر حبي للرعب، علشان أنا بحب ألعب اللعبة دي زي ما أنت ما بتحب تلعب كرة قدم أو طاولة أو بلاي ستيشن، مش أكتر. بحب أقعد في كرسي مقدم البرنامج أحيانا وفي كرسي الضيف أحيانا، لكنها في الأول وفي الآخر لعبة، ولعبة ممتعة جدا. لو استحملت تسمع البودكاست ده للآخر، ففي احتمال معقول إنك زي برضو بتستمتع بالنوع ده من الأدب. وقولي بقى ليه بتحب أدب الرعب. ودمتم بخير. كريم أنديل.